عشان تعرفوا شو هو سر هذا الخاتم اللي هون. أميغوس، أنا ميرا. إذا أنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر وفعلوا كمان هون الجرس عشان يوصلكم كل فيديو أنا بنزله في القناة. وكمان إذا حبيتوا هذا الفيديو حطوا له بيج لايك ولا تنسوا أنكم تتابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي، راح أحط لكم كل اللينكس تحت. أما فيديو اليوم بصراحة راح يكون عبارة عن دردشة وفضفضة، كمان راح أجاوبكم على سؤال انطرح عندي على الإنستغرام. سو جهزوا لكم كوباية شاي أو قهوة عشان تعرفوا شو هو سر هذا الخاتم اللي هون. هلأ يلا نبلش. ليلة مبارح كان عيد ميلادي وبصراحة ما كنت هيك كتير مبسوطة. أنا مني من العالم اللي كتير بيحبوا يحتفلوا بأعياد الميلاد، أصلا ما بتذكر أنه أنا احتفلت مرة بعيد ميلاد. ممكن لما كنت طفلة يكون أهلي كانوا بيحتفلوا بي، بس أنا ما عم بتذكر. هاي مام، بعرف أنك راح تتصلي علي وتقولي لي انسيتي أنا شو سويت لك وشو سويت لك. فكرة عيد الميلاد أنك تحتفل بيوم ميلادك كشي منيح، كشي تفرح فيه، ناس يعطوك هدايا بهي المناسبة وتتذكر دايما اليوم اللي انولدت فيه. بس بالنسبة لي أنا هذا الشيء غير. هاشتاج يلا نبلش فلسفة. عيد الميلاد دائما بالنسبة لي مرتبط وبيذكرني في كل يوم ما بيجي فيه عيد ميلادي، هاي بيب شو هي الانجازات اللي انتي سويتيها. كتير بكون قاسية على حالي وما بكذب عليكم انه بكيت مرتين، بكيت فرحة وبكيت حزن، وراح قلكم الاثنين ليش. بكيت الحزن انه انا لسه ما وصلت للي بدي اياه، بتمنى اني بكون رقيقة شوي او حنونة شوي مع حالي لانه انا حدا كتير قاسي على حاله. ما بعرف اذا هالشي اللي انا عم بحكي يحصل مع كل العالم او بس معي، لانه بصراحة دايما عيد الميلاد بالنسبة لي مرتبط بشو حققتي، شو انجزتي، عمرك عم يروح على الفاضي وانتي لسه ما وصلتي للي بدك اياه. وهذا الشيء بيخليني انسى كل الانجازات الكبيرة اللي انا سويتها في الماضي او حتى الصغيرة اللي رح تمهد لي او توصلني للشيء اللي انا بدي اياه. فبالتالي عم كون بخنق حالي وبصراحة لسه مش لاقية طريقة انه انا بطلع من هذا الشيء. فلهيك عم قلكم انه هذا الفيديو عبارة عن فضفضة، حبيت انه احكي فيه لانه متأكدة مش انا الوحيدة اللي انا عم حس هذا الاحساس. ما بعرف ليش بالنسبة لي صعب كتير انه انا بحكي في هذا الموضوع، بس الشيء اللي عن جد خلى هاليوم كتير مميز بالنسبة لي وبعيد ميلادي بسنة 2019 مستحيل انساه هو رفيقتي. الله انعم علي برفيقة بتجنن، ما بعرف ليش عيوني عم تدمع هلا، بس انا كتير بحبك مياسم. شكرا لك، شكرا للمفاجأة اللي سويتيها. بس تعرفوا انك لما تكون في مود هيك كتير حزين وما عم تقدر تفرجي هالشي للعالم لانك انت دايما في كونتاكت مع الناس، وفجأة يجي حدا هيك الملاك اللي هي رفيقتي هاي اللي بتسوي هاي المفاجأة، اصلا انا مني داري، يعني مني داري اصلا كيف سوتها، امتى خطط لها، لك انا وياها عايشين مع بعض فما شفت عليها ولا شيء. عن جد انتي ممثلة بارعة يا بيبي. وراح احط لكم هون شوية اللقطات المفاجأة كيف سووها، هن اللي صوروا هدول الفيديوز لانه انا من كنت اصلا في حالة انه انا بقدر اصور او انه بيجي اصلا الرفليكس لإلي يلا تعالي صوري. حبيت هالشي يظل كذكرى انه انا بستمتع باللحظة اكثر من اني انا بكون عم صور اللحظة. هاي وقام ده عيد ميلادك انا بعملهولك، ودي بلالين جبتها وقعدنا ننفخ 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 معيني انا كدابة بكذب، ودي اشجان ودي جهات وكلهم كلهم كلهم، ودي ماريا زعلانة مش عارفة مالها، ودي بالونة، ودي ابتسام قمر، ودي هديتك بيطلعي هتيها من فوق. بس وخلصنا العيد ميلاد كده، مفيش تورته ولا حاجات من دي، عيب، حرام حرام. Happy birthday! Happy birthday!
تغني أمنية تعالي. في عيد ميلادك السعيد. هلا تعالوا احكي لكم شو قصة هالخاتم. هالخاتم هذا انا شفته في مول وعجبني وكنت بدي اشتريه، بس مازم تقولي لا لما تشتريه، وكانت عم بتلهيني واخدتني لمطرح تاني. خلافا عن كل هالسليبريشن اللي هو اكبر هدية اجتني، كمان جابت لي هذا الخاتم. هو المفروض يعني خاتم يبين خاتم خطوبة، بس هو مش خاتم خطوبة، يعني حطيته في يد خاتم الخطوبة، ما بعرف، حسيته بس انه بيلبق لهون. anyway حبيت شارككم اقصر قصة حزينة في حياتي واحدى اكبر الفرحات اللي في حياتي. وبدي كمان بقول لما ياسم انا كتير بحبك، انتي احلى صورة على مصر، انتي احلى رفيقة، شكرا كتير لإلك انك انتي هيك. اوه ماي جاد، ما بعرف ليش عم ببكي، كل ما بتذكر الموضوع بصير بدي ابكي. بدون دراما، انا كتير بحبك مياسم، انتي احلى صورة على مصر، وانتي احلى رفيقة اهدتني اياها الغربة. ويا بس جايز، هاد هو كان الفيديو. هذا مو خاتم خطوبة زي ما كلكم فكرتوا. كنتوا عم تسألوني هل انتي خطبتي كيف، يعني انا من كم يوم عم قلكم انه ما فيش حد بحياتي، ماني في علاقة، فكيف انه فجأة ما خطبت؟ اكيد لا، يعني ماني مخطوبة ولا انخطبت ولا في اي شيء. اكتبوا لي انتوا تحت في التعليقات اذا هالشي عم بتمروا فيه، اذا انتوا هيك في عيد ميلادكم بتكونوا عم بتفكروا او عم تعتبوا على حالكم وتكونوا قاسين على حالكم زيي، او انا بس هيك المجنونة اللي بفكر بهاي الطريقة. بتمنى انه لا. هذا الفيديو مو بس لإلي، مشان انه انا ارجع بالزمن وبتذكره وبرجع هيك بحكي لحالي بطلي تعاتبي حالك. هذا كمان للناس اللي عم بتحس بهالشي وعم بتمر بهذا الشي وما عم تقدر تحكي لحدا. هاي بيب، انا رفيقتكم، انتو ابدا منكم لحالكم، لانه في حدا زيكم هيك عنده مشاعر متشعريرة ولازم يحس كتير وبيحب يحس كتير. بعرف انه السوشيال ميديا هيك دايما بتحط ضغط علينا، انه احنا الناس اللي موجودين في السوشيال ميديا وعم بنصور فيديوز او عم نصنع محتوى، صعب جدا انك ما تقارن حالك. بصراحة على قد هيك ما حاولت، برجع كل مرة بقارن حالي بحدا تاني، لكن هاي انا وهي انتو، انا مو انتو وانتو مو انا. الله العالم في الظروف اللي انتو مريتوا فيها، والله العالم في الظروف اللي انا مريت فيها، بس الظروف هي مجرد عذر. ويمكن فلان في 3 سنوات طلع هالقد، بس يمكن انت في سنة تطلع هالقد، فلهيك احنا لازم دايما نعطي حالنا فرصة تانية، وبدل الكآبة والأساوة حالنا نفكر انه احنا نغير الخطة، نسوي خطة بديلة، ممكن هي توصلنا لطريقنا. وحتى لو ما نجحت نظلنا دايما نجرب ونجرب لبين ما نوصل، لانه الكهرباء هاد والنور اللي احنا عم نشوفه حاليا هو محاولة 1000 مرة. anyway هيك بنكون خلصنا الفيديو، بتمنى انه انا ما نكدت عليكم. اعرف كمان انه انا غبت عليكم كتير على اليوتيوب، بس انتظروا كتير فيديوهات جاية بتجن ان شاء الله في المستقبل. ولا تنسوا جايز انكم تابعوني على الانستغرام، لانه لما بغيب على اليوتيوب بتلاقوني هناك على الانستغرام. وبس بقلكم هلا ديروا بالكم على حالكم، احلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله بالفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هواي.